السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي لاباس عليكم؟ مزيانين على خير؟ كنتمنى كل واحدة تكون بالصحة والسلامة. مهم أوريكم واحدة الجلابة، نتوما كتقولوا لي شارك معنا الأعمال ديالك. مهم من بين كنشارك بعض الحاجات. هذه جلابة، هذه جلابة واحدة السيدة عندها فيها هذا الطوير، عندها فيها هذا الطوير. مهم بغات شي حاجة في الكمايم، بغات شي تخلي كمايم غير بالطلاقي، وهادي بغات شي حاجه في الكمايم. قالت لي خصها شي حاجه هي كان بغات شي حاجه بالكوي. قلت لها المليفه ما كتكواشي. المهم قالت لي قلي اي حاجه، المهم تكون بتشنف. تفهمنا ديك الساعه ملي كتعطيك شي وحده كتعطيك كتقول لك انت نعمل اللي بغيتي، تما باش كيبقى الواحد محرف فالو وحيران اش غيعدل. اول حاجه رشمت الشرارف، حنا كنقولوا لهم الشرارف، المهم تشناف. رشمت التشناف طبعا في الورقه ديال المربعات باش كتقي العبار. بحال مثلا دابا هنايا 1 2 3 4 5 5 عدلت 5 5 5 المهم باش كيمشي القياس. بقيت كنقول شنو نعدل الوردات، شنو نعدل، شنو نعدل. لا جاتني فكره غادي نهز هاد الريشه، المهم يخصها زواقه ستيتو. هاد الريشه ها هي هاد الريشه، خصها حتى هاد هاد الوريقات وهذا. المهم هنايا هاد العريقات هيدا بديك الوريقات صافي. نسقت الزواقه، خرجت واحد الزواقه، خرجت واحد الزواقه. هادو افكار ليكم نتوما، تقدروا ديو الزواقه من الزواقه. مثلا شي واحد عطاكم شي رشمه وقال لكم عدلوا لي شي رشمه وحرفت لكم، كتاخذوا منا شي حاجه. المهم فحال زعما شي ريش، الريش هزيت فحال ريش هادشي ستيتو. وهانتوما كتشوفوا هنا خمسه ديال المربعات، هادي ديك الورقه ديال المربعات ستيتوين ديال الكالندري. وقت العريق وقت الوريقات، اول حاجه انا خرجت هاد الزواقه هادي. انا شاركت في انستغرام، انا كنزل ستوريات في انستغرام، اللي بغى يدخل ويشوف ويعيش معنا اللحظات تما. وكنزل التصاور دائما، كنخليكم الرابط في صندوق الوصف. نبيله اولاد عمر دخلوا مرحبا بكم. مهم عدلت هاد السواقه، رشمت هنايا في كاغط ديالي، بقيت كنقله هنا. مهم بقيت كنقله. دابا انا خصني غير هاد الكمايم، وما بغيتش نقل في الورقه ديال الكاغيط اللي كنرشمو فيه، كنطول الهضره بزاف. مهم طويت التوب على جوج، رشمت الزواقه ديالي. دابا غادي نحاول ندخل الالوان اللي مخدومين بهم هاد العصفور مع الوريقات، غنحاول ندخل اللوينات ماشي طبعا كاملين. فحال دابا انا غندخل الالوان اللي كاين فيه الريش وهاد الوريقات والعريق ديالهم وصافي. وبغيت نشارك معكم وتشوفوا ديو افكار، خليكم معايا في التطبيق. بسم الله كنت بديت هادو وبغيت نشارك معكم هادو. هادو حيت غنخدم بهم جوج الالوان، ندخل هاد الغوز وخوخين بالرد. صافي هنا ملي ساليت الخدمه ديال الحرير اللي في الغوز، غندخل الحرير اللي خوخين بالرد في وسط منه التعميره. انتوما كتشوفوا كيفاش كتجي الغرزه واسعه،
كنفتح العرض وكنعمر في الوسط، كنطلع فوق ديك الضربه الاوليه ديال الغوص. هما الالوان ما كيبانوش واضحين مع التصوير بتاتا، حيت الفلاش ضرب فيه باش يبان لكم الرشمه قريبه، الفلاش ضرب لي في هذيك في المرمى. صافي هيدا غادي يمشي مع ديك الجنحين كاملين نفس الخدمه. باش يجي شويه ديال التشابه مع ديك اللي مع ديك الزواقه اللي مرسومه. صافي دابا هنايا غادي نخدم هاد الوريقات. عدلتهم بالربيعي مفتوح، نقشت في الاول، وغادي نخدم من داخل غير بالنقشه. كنطلع النقشه وكنهبط، كنحدد على قد الورقه. انتما كتشوفوا كنقطر الوريقه عاد كنعمر من داخل غير بالنقشه، كنديها ونجيبها، يعني ماشي بالتعمور والعرض واسع، ما فتحاش العرض مره. وباقي غندوز هذا اللون مغلق شي شويه في الحاشيه ديال الورقه. انا قلت لكم كنحاول باش نجيب التناسق مع الزواقه اللي مرسومه. انا دابا كننقش باللون الخضر المغلق، دابا ملي ساليت مع الوريقات كنشرت الحرير في الكحل وكندوز النقشه. هنايا الخدمه اغلبيه عندي غير بالنقشه. شن هي النقشه؟ يعني ما فتحاش العراض وغير بالخياطه كندوز على الحاشيه ديك الجنيحه وعلى ديك العرياق. هانتوما كتشوفوا الحاشيه ديك الجنيحه، وكندخل هيدا بين ديك حنا نقولوا الجنيحات. كندوز هيدا كنقيشه النقشه الاولى والثانيه، هذه الثانيه، وغادي نطلع مع ديك العرياق وكنطلع في وسط الوريقه هيدا عاود غير النقشه، وغادي نطلع على العرياق عاود كنديو نجيب جوج المرات. هنايا هنا نسيت ما صورت لكم شي مهم، دوزت التشنيف بالتعمر وكندوز الكوردون في الحاشيه. ديك الساعه كنشنف بالمقص، غادي نشنف كل شيء بالمقص وغادي نكوي. ضروري خصو يتكوى الحاشيه ديال الشرارف تشنيف وصافي. انا ساليت الشغل ديالي. هيا الزواقه بغرتكم واجده واجده ناضيه، جات غزاله تبارك الله بصحتها مولاتها. انتما كتشوفوا كميمات كيجاو الزواقه تناسق مع الطويار. يلا تهلاو لي فراسكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.